رسائل وتعليقات جميلة جدا ولا مشاعر غالية. صباح الفل عليكي، كل سنة وانتي طيبة. ناخد تليفونات وارجع تاني للكومنتات الجميلة على الصفحات. ماجي ماجي، كل سنة وانتي طيبة. يا صباح البطاطا. بموت في البطاطا والله. والله وانا اصل انا بحب شوي الخضار وكل وانا بعمل الحاجات. كده، ما بحبش اي حاجة في الزيت، انا كل الاكل الفرن بس، الله بحب الله. ان انا اي حاجة فيها زيت ولا سمن ولا حاجة. ايوه، لا وكمان الناس كلها بتشوي اللحمه وانا لازم احط اللحمة جنبها بصل وفلفل وقوطه حاجات جميلة، شوي مخلي الحاجة حلوة كده، كفتة مشوية بس انا ايوه. جميل. وبعدين بقى لسه بدري على الموضوع، ربنا يصبرنا بقى الساعتين الجايين دول على ما نشوي. ليش انا بقى تقول على الفتة والحاجات التقيلة دي؟ ما بتحبهمش ولا ما لا ماليش تقول عليهم، بيتعبوني يعني، اكل معلقة واحدة مثلا. كويس كويس. طب يلا نلعب الحروف بقى. يعني كل سنة وانتي طيبة الأول، كل انتي عيد طيبة وانتي أحلى دكتورة في الدنيا. حبيبتي حبيبتي، كل سنة وانتي بكل خير يا رب. زعلانة مني، ليه بقى؟ أنا غبت كتير من البرنامج وما سألتش على أي حد. لا والله لا يمكن. اصل بصي، ده انا كنت في سيرتك، مش ممكن. اصل انا مؤمنة بان الاتصال الروحي ده شغال، ايوه صح، فاكيد قلبك حس ان انا كنت في سيرتك في موضوع مهم جدا. اما كنتي قلتي انك خدتي اجازة طويلة من الشغل ايوه ومحدش. صح، هي دي عشان كده انا زعلانه، قلت يعني هي برضه طلعت زيهم وما سالتش عليا. لا 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 خالص. اصل بصي، الكلام اللي انت كنت قلتيه كان مهم جدا، وفاكره انا قلت لك ايه؟ قلت لك اسالي دايما انت على نفسك، ايوه صح، وجايز اللي قدامك بيسال بطريقه تانية، عنده تواصل بطريقه اخرى. ساعات الدعوه بظهر الغيب بتبقى صح، جميله جدا، ايوه وبتلاقي اثرها من غير ما انت عارفه سببها. ايوه صح يعني صح تلاقي حالك بيتحسن وانتي مش عارفة، ممكن ده يكون بدعاء طيب من صح حد. العمل الخير ما طبعا بيقفش، طبعا. اكيد ربنا بيردولك في اي حاجه. فلا يمكن ما اسألش عليكي، لا يمكن. بس كنتي فين بقى؟ ما اتصلتيش بقالك كتير جدا على الهوا، بقالك فترة طويلة. قلت اشوف غلاوتي عندكم يعني. لا غالية 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 غالية، وما تعمليش كده يعني تاني، انا يعني ما والله تختبريش بقى بتعلم الغلاوة. اسال. ما تختبريش الغلاوة، خلاص والله موجودة. ماشي، كل ثانية وانت طيبة. وانتي بكل خير يا حبيبتي. قوليلي بقى بكي أمام عيني ولكنك كل ما أرى. يا حبيبتي، انتي أجمل، ويا رب دايما نشوف بعض بالقلب كده، يا رب ويكون بينا دايما التواصل الروحي العالي يعني. أحلى حاجة التواصل الروحي. اه والله فعلا من أعلى درجات التواصل ومعترف به كمان. طبعا لما نتواصل بربنا عن طريق الروح برضه صحيح صحيح، العشق الإلهي. يا سلام، ده عظم. تشتركي معانا في الحروف؟ حروف. يلا نبدأ بكلمة حروف ولا بكلمة العيد على طول؟ أي حاجة انت عايزاها يعني. طيب. ها. الحاء حنان، حنان. بتديه ولا عايزاه؟ حرف عايزة حنان. تاخديه؟ أنا بديه كتير بس يعني عايزة أذوقه بقى مرة، عايزة حد عايزة اخده. بس انتي عارفة كل اللي بيدوا حنان بيحسوه في العطاء يعني. بحسه. ايوه انا بحسه والله، الحنية والحنان، الحنية والحنان الاثنين واحد بس. طبعا من اعظم المعاني، وعلى فكرة كلنا محتاجينها من بعض ساعات، حتى حب نحز. برضه، طبعا كلها نشوف كل المعاني الحلوة ونقولها حب. صحيح صحيح، ربنا يرزقك بكل حاجة حلوة، وحاجة حلوة برضو، حاجة حلوة. ها. حاجة حلوة برضه زي البطاطا كده، حتة بطاطا. حتة البطاطا، لأنه نفس حتة الخشب. حتة خشب. طيب ره حد تاني؟ ره. ريه؟ رقفة، ايوه الرقفة جميلة برضو. طبعا. والروح، الروح، يا خبر على الجمال، الروح دي سر من أسرار ربنا في خلقه يعني. ايوه صح، هي سر الحياة. ايوه. واو. واو ود ود. ود وداد وود حلوة برضه. طبعا الود ده ولاعة 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 عشان نشوي. ولع بقى ايوه طبعا، امال هنشوي من غير ما نولع؟ من غير ما نعرف. يبقى واو ود ورد ولاعة. ورد وردة. ورد. صح. طيب حاجات جميلة. فيه.
فيه فراشة. فراشة. أيوة، خلينا نطير بقى. فراشة. وفي فراشة بالسين بقى. فراسة، صح. الفراسة فراشة دي جميلة جميلة طبعا جميلة طبعا، طبعا. فراشة المؤمن. أيوة، إنه يرى بنور الله. أيوة بنور الله. كل سنة وإنتي طيبة وفي طيبة يا أحسن رب، حال يا رب. وسلمك يا رب. التليفون التاني أستاذ أحمد. صباح الخير. صباح الفل على حضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة وسهولة، وكل سنة طيب والباشا بخير ومدام وفاء. وحضرتك بكل خير. الله يخليك يا رب. عيد سعيد على حضرتك كده يا رب. عيد سعيد على حضرتك وعلى الشباب والرياضة وعلى مصر كلها. آمين آمين. تمنيتنا إن شاء الله بكرة كده المنتخب كلهم كده إن شاء الله بالتوفيق. أيوة إن شاء الله بكرة المنتخبنا الأولمبي مع نظيره الإسباني في مستهل مشواره في أولمبياد طوكيو 2020. طبعا اكيد الشباب برضه هتبقى حاضرة معانا طبعا طبعا إن شاء الله. اكيد. يعني حضرتك لا تحول مؤشر الراديو أبدا من انا 9:30 مخلص، انا الصبح. 24 ساعة شباب ورياضة، يا سلام، وانا في دي أحلى، الشارع وانا في الشغل وانا في البيت شباب ورياضة. دي أكتر حاجة تسعدنا والله. احنا اللي اسعد والله ان اليوم صبح حضرتك يعني بيديني عمل كبير. ربنا يبارك في حضرتك، كل الله سنة يخليك. وحضرتك بكل خير. يلا تكمل معانا حروف العيد. هكمل مع حضرتك. طيب ألف. ألف ممكن نقول يا مش حاضر معايا خالص. مفيش أي حاجة. ألف ده أول حروف الهجاء. ألف طب لام. نقول تبعتي حضرتك كده من عندك انت اي حاجه. انا اقول لعلم. طيب اللام لمة، لمة العيلة، لمة لما العيد. تخيل طيب عين. هنقول العندليب مثلا. العندليب. العندليب بتقصد بقى عبد الحليم ولا عندك عبد عندليب آخر؟ عبد المحافظ. يعني لسه عبد الحليم محتفظ بلقب العندليب طبعا بلا تربع منافس. عرش الناس كلها، مين ما ينسى يعني الصوت الجميل. يه. مش عارف انا بقى اتكلم مع حضرتك الواحد بينسى كل حاجة. نسيت الحروف. والله. مفيش أي حاجة. إيه؟ هنقول إيه طبعا؟ ودي حضرتك كده برضه يعني. أنا اللي أقول حرف الياء؟ أنا اللي أقول حرف الياء. شوف بقى لما أنا اللي أجي أسأل وأتسأل. يعني شوفوا بقى لما أجي أسأل أتسأل. تيجي تصيد ويصيدك. ده أكبر مثل، تيجي تصيد ويصيدك. لكن أنا في حرف الياء، أنا في كل الحروف قعدت ألعب مع نفسي كده ومع هنقول مثلا ممكن نقول اليسر مثلا. الله، اليسر. يا سلام يا سلام، حلو. يسر، ربنا اسمه كبير يرزقنا طبعا، كلنا في اليسر يا دعاء رب. دعاء يعني اللهم يسر يعني يا ورب رب عصر. يا رب. آمين آمين. دال آخر حاجة. دال. دعاء دعاء يا رب يتقبل منك صالح يعني ايه الدعاء. امين، وتقبل من الناس كلها كده يا رب، تقبل دعوتنا وتقبل صلاتنا وعيدنا. كل سنة وحضرتك بكل كل سنة وحضرتك خير طيبة كده وعيد سعيد على حضرتك إن شاء الله.